كيف كانت البدايات؟ من وين لك الثقة بنفسك؟ يعني وشلون بديت؟ شلون قلت أنا عارف؟ شلون؟ والله أعطيكم موقف طريف. في يوم من الأيام الحقيقة أحد الأشخاص الأقارب طبعا مشتري بخور، فقال أبيك الله يجزاك خير تشمه بس حط لي المبخر وقرب. فلما قربته الحقيقة وتبخر الريح، الريح دكتور ما يبغى ريحة بخور. يوم دخلت له ريحتي طيب شيخ بداياتك يعني مع الناس، انا لو جيت اعبر الرؤية مثلا حتيجي واحد ثقه لكن حتيجي ما حد يعرفه اول ما بدا، صحيح؟ وشلون يعني اخذت ثقه انت بنفسك؟ شلون اعطيت الثقه دي للناس؟ طيب شلون وصلت؟ طبعا شتان بين بداياتي والحال الان. الواقع الان انه كثير ممن دخل في مجال التاويل ليس اهلا للتاويل. في ذلك الزمن وفي بداية الزمن التأويلي ما كان فيه الفتح الإعلامي الحاصل الآن. في بداية التأويل أذكر كنت جالس في مجلس مع بعض طلبة العلم، فأذكر أنه تكلموا عن التأويل وعن تفسير الرؤى وعن ابن سيرين رحمه الله وعن كثير من المؤولين اللي كان لهم قدم صدق ومعروفين ومشهورين في زمانه. فهذا الكلام عام 1400 تقريبا 18 او 19 تقريبا عام 1419. فاذكر انه من ضمن الحقيقه اعجبني الحديث واعجبني امر التاويل تاويل الرؤى. فبعدها الحج ذيك السنه مباشره في الحج في عرفه تذكرت قصة عن ابن حجر رحمه الله أنه كان ضعيف الحفظ وكان قد اجتهد في شرب زمزم واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ما نروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصح ماء زمزم لما شرب له، فشربه ابن حجر رحمه الله الحافظ ابن حجر بنية أن يرزقه الله جل وعلا الحافظة، فأصبح قوي الحافظة وأطلق عليه الحافظ ابن حجر. فأعجبني هذا الأمر فشربت زمزم بنية أن يفتح الله جل وعلا علي بتأويل القرآن. ثم أيضا لا شك أنه في موطن إجابة فاجتهدت في الدعاء فلعله وافق ذلك أيضا الدعاء. فسبحان الله بعد ما رجعت من الحج مباشرة ما كان يدور في خلدي حقيقة ولا في بالي أنه أول واحد، لكن في لحظة كنت نائم بعد ما رجعت مباشرة. فلما استيقظت من النوم يعني كان في بالي رؤيا رأيتها عن أحد الأقارب، فقمت مباشرة للتو كان متزوج. فبعد ما استيقظت نزلت مباشرة للوالدة أسألها عن حال هذا الرجل. طبعا جاء في نفسي رؤيا في تأويل الرؤيا أن هذا حصل بينه وبين زوجته مشاكل، بينه وبين زوجه مشاكل، وأنه يعني أبعدها إلى أو أعادها إلى أهلها، وأنه سيأتي بها وسيعيد هذه المرأة في رمضان أو في بداية رمضان القادم. فنزلت للوالدة مباشرة، تعرفون ما شاء الله الحريم الأخبار أول بول إيه الحوية مع الكرات نزل جبير 100% الأخبار. فنزلت عند الوالدة وجلست قلت يا ميمتي وش صار على فلان؟ كانت الوالدة انه حول حاصل بينه وبين زوجته مشكله وانه جارع عندها. قلت والله انا شايف الرؤيا واني اولته وما ادري ايش طبعا الشيخ فرح اكيد طبعا 1-0 هذه حجم مرتده فرح. فلما سمعت الوالده مثل هذا الكلام، الوالده يعني والدها الشيخ عبد الله بن سلمان بن حميد احد القضاة المعروفين في الجنوب، فلما سمعت مثل هذا الكلام عندها يعني فتاة تعب. قالت هذا يا وليدي ما يلعب ذي، هذا دين ذا ما يلعب. والله مهمت انه هذا اللي حاصل. قالت اقول بس اركض بس كنت سبح من الغالب. او بعدها بكم يوم كان فيها
في بدايه الدراسه، فرايت في المنام ان الوالد، طبعا الوالد كان في اخر سنوات تدريسه، فرايت في المنام كان الوالد رافع رجلينه الى حد الركبتين، رافع ثوب الى حد الركبتين. اول ما استيقظت جاء في بالي سبحان الله ان الوالد ذهب للدوام لكنه ما راح يكمل الدوام، بيرجع بيكمل ينام، ما راح يكمل الدوام. فنزلت الوالد جلس، شلون امسك مهمتي؟ الا وين ابوي؟ قلت والله ابوك يحاول انه كل البارحه بس وما نام منه، وانه راح للدوام وقع وقعد شوي ورجع هذا ونايم في الفراش. قلت والله انا شايف الرؤيا واني اولته كذا. قاعد تقول بس انا بس الحين ما اقتنع. على الحين قلت سامي يا اخوان طبيب ما يجي شيخ الحين. طيب شيخ ناخذ نكمل اللي تبغى القصه. طيب طبعا في بداياته كنت يعني مثل ما يقولون بعض الشباب في طقطق برا، فبدات اطق لكن على خفيف حول يمين يسار. حتى كان في يوم من الايام ايضا رايت احد الاقارب انه كانه قدامي بلم، وكانه في داخل فمه تفاحه، كانه خروف مفروش على بلم، وكانه باسمها تفاحه، فمه تفاحه، يعني صاير هو اللي هو اللي بس طالع هو مفضل يعني. اي نعم، الرجل على شيء من التقصير. اشرب يا شيخ. فالرجل على شيء من التقصير. بعد ما فاق قلت والله ان هذه هدايه لفلان. بعدها بثلاث ايام يطق علي الباب مع ثيابه. قال ابو سلمان ابشرك اني تبت وتو جاي من الخياط بقصر ثيابي. ما شاء الله ما شايف انك روحي. احد الاخوان سمعني اطقطق برا، فجلسنا احنا وياه في مجلس، فكان هذا الرجل قد اتى بمجموعه رؤى عبرها ابن سيرين رحمه الله، طبعا انا لا ادري. فجلسنا اذكر كان في احدى المخططات، فجلسنا فبدا يسرد يقول واحد من الناس راى رؤيا، كانه يعني يعرف هذا الشخص، وبدا يسالني عن هذه الرؤى اختبار فيعطينا الرؤيا واولها، ويعطيها الثانية وأولها، ويعطيها الثالثة وأولها. فلما انتهى ضحك، قال والله إن هذه الرؤى ليست لي، إنما لابن سيرين، وسألت سئل عنها ابن سيرين، وقد أولتها أنت كما أولها ابن سيرين. نقل هذا الكلام لأحد المشايخ اللي كنا نطلب العلم عنده. فجلسنا احنا وياه، قال يا أعطيك سمعنا منك تفسر. والله يا شيخ يعني شيء انا خفيف. طبعا انا سقط قلبي في بطني قدام الشيخ الان ما ادري ايش بيصير. فقال الشيخ اعطني من النماذج اللي اولتها. فقلت خير ان شاء الله، فسرقت له الرؤى التي ذكرت لي واولتها او اولتها. فضحك الشيخ وقال ما شاء الله تبارك الله، اسال الله ان يفتح عليك. هذا تراه باب من ابواب الدعوه. باب من ابواب الدعوه. تذكر قصه يوسف عليه السلام لما ساله صاحب السجن. يقول الله جل وعلا: ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل طير الى اخره. فقال يوسف عليه السلام في بدايه التاويل قبل ان يؤول، قال يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فبدأ بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فجعل هذا التأويل الرؤى باب من أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الخطوة التي بعدها أحد الشباب وأحد الإخوان اللي كما يذكر الخير الأخ سليمان الغنيم أبو عبد الله، كان من الإخوان اللي كان لهم فضل عليه بعد الله سبحانه وتعالى في أمر الدعوة إلى الله. فكان ينسب مع الاستراحات اللي يكون فيها صعوبه شوي ما يستطيعون يدخلون اليها، فيقول انه سياتيكم احد مفسر الاحلام فيفتح الابواب مباشره يسمحون له. فكنا نذهب فيسالوني، يطلبون مني رقم التليفون، جزاك الله خير، يطلبون مني رقم التليفون فارفض. لا طلعت الرجل، انا ما ادري ايش، كل ما طلع الاستراحه يتاخر.
واثر الاخ في الله جزاه الله خير ابو عبد الله لا طلع خطاهم رجمي كان ترى بفسر هذا رجمي وانا قبل رافض فانتشر الامر في البدايه حتى وصل الى ما وصل اليه.